فاضل فاضل حدايا انت. متتبعين على جريدة صوت العدالة، أنا كنتوجدوا مباشرة من أمام ابتدائية الرباط. في هذه اللحظات خروج المحامي زيان رفقة المحامي ديالو ورفقة بلا تأخر 15 يوم بصعوبة، ولكن زعم الظن أن هناك من يريد أن يسرع بهذا الملف. السرعة الهدف ديالها هو أن ما نوصلش للحقيقة، ولكني أنا كنوعدكم غادي نوصلكم الحقيقة فيما يخص هذا الملف. حجة 15 يوم كان ماشي الاربع الجاي الاربع الجاي الاربع الجاي لا لا خلاص يعني هما باغيين يسرعوا باش الحقيقه ما تخرجش، ولكن انا الحقيقه غادي نبرزها لكم بجميع الوسائل ان شاء الله. الوزير ثابت ان هناك من يريد ان يسرع بهذا الملف ويدوزو في اقرب وقت ممكن، بلا ما يعطينا الوقت الكافي باش نبحثوا على العناصر وعلى الحجاج ومناقشتها مع العلم ان حنايا تابعين القضيه لا فيما يخص الخارج، لان ما تنساوش بان القضيه دي مرتبطه بالضابطه وهيبه اللي موجوده في الولايات المتحده، وجاو كيخربحوا كيشطحوا واحد الملف وجابوا شي حد من الامارات كذلك باش يشطحني، ولكن هذيك ديال الامارات لا تهمني، ولكن اللي كيهمني بان البعد الجغرافي ديال القضيه دي والعناصر الدوليه ديالها كتجعلني انني انا كخصني نخدم ليل نهار باش هاد العمليه ديال تسرع في الملف باش في الحقيقه ما تبرش. انا يمكن نتغلب باذن الله سبحانه وتعالى ونبرز الحقيقه مهما كان الثمن ومهما كانت المجهودات، وبالتالي الله يكمل الله. انا على كل حال الجميع اعترف بان هناك واحد حق ديال الدفاع، حق الدفاع هو المرافق صحيح، الدفاع سيد الدفاع كان صحيح لان كانت عندنا 15 يوم ديال الاضرابات ديال مرتبطه بالدفاع، وقبل الملف كان في الصفار كاين عاصم حنا كنتشعلوا عليه. بون دابا ديال الملف توجد واللي استطعنا نصوروه، غادي نبداو المرحله الثانيه هي انه نترسو الحجاج ونوجدوا لا كونتراكت الحجاج المضاده. اننا كبير على كل حال الله على كل شيء قدير، يمكنو يخلق هاد القاضي اللي غادي يكون في المستوى وما غادي يخافش وما غادي ينبطحش وما غادي يحاول امام الرغبه ديال المفسدين. علاش ما نامنوش بالله سبحانه وتعالى؟ كل شيء ممكن. المهم انني انا كنوعدكم كلكم بانه غندير مجهودي باش نبرز الحقيقه في جميع الملفات اللي كتصاوب ليا. انا معاكم
العناية اللي كتهتمني وكتهتمنا القضية هذه حجة بأنه هذه قضية ديال رأي العام، رأي العام متابعوها القضية قناعة منه بأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي عندنا باش نحاربوا الظلم والفساد، وغادي نحاربوا الظلم والفساد فين ما كانوا بدون مناقشة، رغم أنه جميع كيبغي يضغط عليا أنا هنا على الإخوان باش نحارب الظلم وباش نحارب الفساد. انا عندي 80 عام ما بقى عندي لا دير الدنيا، انا كنفتش على الاخره، لا اخشى الا الله، والله وعد لي بالنصر ان شاء الله. الا ان نصر الله قريب، الا ان نصر الله قريب ان شاء الله. هذا هو والو اخر 15 يوم بحال السيد كثير، بحال السيد بحال السيد مخلع. ما تنساوش باننا كنتمنى نتحاكم والشكايات في الوزير الداخليه، وكل صباح كيصبح عليا البوليس في الدار كيقول لي عاود الدار البيضاء صدقوك. وتصوروا تصوروا الحاله اللي وصلنا بها في المغرب. متتبعين على جريدة صوت العدالة، كانوا متواجدوا مباشرة من أمام ابتدائية الرباط في هذه اللحظات. نقضوا صلاح مجيب الأستاذ محمد زياد المحكمة تتلى 15 يوم زياش هيئوا الدفاع ديالنا. أنا اللي كنقول لكم بأن خلال 15 يوم غادي نضربوا الحجاج للنيابة العامة أو للسلطة القضائية جمعات الدين، وغادي نوجدوا رؤوسنا باش نقول لكم الحجاج المضاربة، وبأن هذه كلها جوج ديال المحاكمات، واحد المحاكمة في الداخل والمحاكمة الحقيقية على برا. الذي يهمني هو أنه الشعب برا، يهمني أنه الشعب يسمع بأن هناك ظالمين ظالمين، وبأن الظالمين غادي يفشلوا، وبأن الظالمين غادي يجعلوا لهم حد، وبأن الظلم غادي يترفع في البلاد هذه. غادي يحاولوا يقولوا بأن زيان تعرف مختار ما دارش خبرت بحال هذا الشيء مستحيل تقول أنا. ممكن نقول لكم بان فيما يخص واحد ديال المشتكيه من جايه من دوله خارجيه، هذاك الامور سهله، هي كتقول هو كاين فيه ما كاين حتى شي حجه ماديه في التاريخ. ما غاديش شنو كاين شي اتهامات التحرش؟ ما كاينش كلمه تحرش. لا هي وجهتها فواحد الفيديو واش ولا هذاك الوجه اللي بغاتي كتوجه هو كاين فيه، فبالتالي ما كاينش حجه، الحجه كتكون تقول اللي بغات، هو كاين فيه ما كاينش حجه ماديه اللي كتحكم الاقوال ديالها. لا انتم كاين الدفاع يمكن لكم ترفعوا قضيه الدار. انا كنفكر ماشي مستحيل، اللي يمكن نقول لكم المشكل ديال هاد السيده وفي اخر فيديو راك شفتو المشكل ديالها، ما بغاتش تخلص المحامي، ما بغاتش تخلص المحامي انا دريا راه كتغوت كتقول لك لي 10% ديال كتعاود تقدم ناقد فن طرف كتعاود ما بغاتش تخلص، كتقول لك انا شخصيا جبدات لي قالت لك انا نبت عليها ودرت مطالب مدنيه وما حضرتش، ما حضرتش التنازل ديالي في المنفذ، ما بغيتيش تخلص لي، ما بغاش تخلص لي نوب عليها فابور اللي راه تابع لي ما بقيتش كنحضر حتى التنازل ديالك، ما بقاش تخلص لي بسبب بسيط هاد السيده هادي المشكل هادي ما بقاش تخلص حتى هادي صافي هادشي اللي كاين كنت عايش شي حاجه خوف القضيه. شكرا.
بأنه فعلا بديت فعلا انه هذه المره هذه غادي نستطيعوا نسترسوا الملف ديالنا لان غادي تحل الملف وغادي تعطينا الفرصه اننا نصوروا ونبرزوا ونشوفوا الحجج اللي كاينه في الصيغه غادي نهار الحجج غادي يكون المتابعه وان شاء الله بحال اللي قلت لكم انا املي كبير انكم غادي تساعدوني باش نخلص من الراي العام الوطني والشارع المغربي ما يجري وما هي حقيقه المحاكمه لان ما لا يهمني ليس الحكم الذي سيصدر من هذا من هذه العماره هذه البلاد اللي يهمني هو الحكم اللي غادي يطلع من الشعب المغربي لانه هو اللي كيحكم هو اللي عنده السلطه هو اللي الله معاه هو للملائكه غادي يبلغوا كلامه واذا شافوا الملائكه ان الشعب معايا غادي يبلغوا الملأ سبحانه وتعالى ان الشعب كيبغيني واذا كان الشعب كيبغيني معنى ان الله غادي يبغيني واذا كان الله كيبغيني راه ما عند العبد اللي يدير ليا. استاذ ما خديناش استاذ كيفاش؟ مستجدات مستجدات انا الملف غادي يتاخر 15 يوم وبانه القاضي بارد رزين ما كينفعش الشيء هذه علامه ديال الخير هذه علامه ديال الخير والنقاش كان حر كانت مناقشه سخونه ما بين المحاميين وهذه علامه ديال الخير في حد ذاتها ما فيها حتى شي حاجه ديال اللعب ودا تسخن الطرح واحد القاعه ديال المحاكمات بالعكس هذا شيء طبيعي وراني انا متسكر عليكم انتوما باش تبلغوا للشعب المغربي حقيقة ما سيجري في هذه البناية انطلاقا من كوني انا لا اؤمن الا بالحكم ديال الشارع بالحكم ديال الشعب انه هو اللي كيهمني. انت شنو الرسالة استاذ اليوم للشعب المغربي اللي كيشارك عبر القنوات هادو كاملين الرسالة الواضحة اللي كتوجه للشعب المغربي باش انه ازر القضية ديالو. انا كنقول الا ان نصر الله قريب ما تشكوش في النصر ديال سيدي ربي. امنوا بان الله كاين ووجود الله هي وجود العداله امنوا بان الظلم غادي ترفع في البلاد هذه امنوا بان المحاسبه غتجي والمفسدين غادي يردوا لنا رزقنا امنوا بهالحقيقه هذه واخا استاذ واحد السؤال ها خصوصا ديال الخيانه الزوجيه واش بان المشتكي ولا مازال؟ انا ما عرفتش انا غادي نطلع الملف الشروط ديال الخيانه الزوجيه واضحه انا ما شفتش انا عارف بانني انا ما خنت حتى شي واحد وما كنعرف حتى شي مرا مزوجه في حياتي كانت عندي معها شي نوع ديال العلاقه بالتالي غادي نقول لكم ما عرفتش كيفاش نفسرها لكم الخيانه الزوجيه عندها ثلاثة ديال الشروط اما حاله تلبس ورا قالتها اليوم وهيبه الضابطه وهيبه السي سميتك الحموشي ملي انت عندك هاد الكاميرات في وسط الديور وفي وسط البيوت وفي وسط الاوتيلات كنت تتسنى بحال اعتقلنا حنا زبط بحال التلبس كنا نسالو كاع المناقشه هادي معك فضينا ملي ما درتيهاش انا ما كايناش الواقع انا كاينه بديتي كتخيط متتبعين على جريدة صوت العدالة هنا كنتواجدوا مباشرة من أمام ابتدائية الرباط كانت أطوار محاكمة المحامي زيان الجلسة الرابعة على التوالي الآن كما كيصرح لنا بأنه تم تأجيل الجلسة وعدم ثبوت انا
إذن متتبعينا على جريدة صوت العدالة، كنا مباشرة معكم من أمام ابتدائية الرضا. كانت هذه أطوار ومحاكمة الأستاذ زيان. تم تأجيل القضية. كان معكم في هذا المبث المباشر مروان غناج، ياسين برحيل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.